في أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، القوات الأوكرانية تواصل التوغل في مقاطعة كورسك الروسية للأسبوع الثاني تواليا، تحرز مزيدا من التقدم على الأرض وتأسر عشرات الجنود الروس وفق قائد الجيش الأوكراني. القوات الأوكرانية تواصل مهامها الهجومية في مقاطعة كورسك. منذ بداية اليوم القوات تقدمت في مختلف المحاور بعمق من كيلومتر إلى 2. أنهينا عمليات البحث والقضاء على العدو في مدينة سوجا، ومنذ بداية هذا اليوم أسرنا 100 جندي. هذه بلدة سوجا يتهاوى فيها العلم الروسي، بلدة لها رمزيتها، هي مركز لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ليست وحدها، هناك عشرات غيرها في مقاطعة كورسك استولت عليها قوات كييف. أجبرت موسكو على إجلاء نحو 200,000 من سكان المقاطعة. في الوقت ذاته أعلنت أوكرانيا عزمها افتتاح ممرات لإجلاء المدنيين من كورسك. توغل أوكراني مصحوب بقصف بطائرات مسيرة وصواريخ، أعلنت القوات الروسية إسقاط أكثر من 100 منها، وضع يثير قلقاً في مقاطعة بلغورود المجاورة لكورسك. يعلن حاكمها الروسي حالة الطوارئ في المنطقة. وفي ظل هذا التقدم العسكري بحث الرئيس الأوكراني مع مسؤولين في بلاده إمكانية إنشاء مراكز حكم عسكري في كورسك. يرى زيلينسكي أن هدف هذا التوغل حماية بلاده من الصواريخ الروسية، لكن للرئيس الروسي رأي آخر، يرى فيه محاولة من كييف لتحسين موقعها التفاوضي في أي محادثات سلام محتملة. وبغض النظر عن الأهداف، فإن الرئيس الأمريكي يعتقد أن هذا التوغل معضلة حقيقية لبوتين، فموسكو تسعى جاهدة لوقف هذا الهجوم دون إحداث خلخلة في جبهات أخرى منها دونيسك التي قد تجبر روسيا على سحب قواتها منها لصد هذا الهجوم واستعادة أراضيها.